معكم رند بني علي، عمري 14 سنة، في المرحلة المتوسطة، من المملكة العربية السعودية، الرياض. درست في إحدى مدارس الرياض، و أنا أصغر سفيرة للنوايا الحسنة متعددة المواهب. طبعا هذه الأوسمة هذه من الجمعية السعودية للسلام مع الدفاع المدني، وهذه وسام التميز من الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس، ما شاء الله. وهذه وسام مساند تراحم بما أني مساندة وسفيرة للجنة تراحم لرعاية نزلاء سجناء الرياض، وهذه من الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، وهذه اليوم التأسيس، وهذه بطاقة السفيرة للنوايا الحسنة، وهذه من فريق تطوعي، وسام تميز من فريق تطوعي، وهذه كمان وسام تميز الفريق التطوعي. ما شاء الله أنا أحييك الله. والله تحية الله لك والله أحييك. هذا كله عمل تطوعي، شوفي السجون، كل الأشياء اللي قلتيها وأخذتي فيها ورحتي فيها، هو ده ما نحتاجه فعلا، عمل مجتمعي. لما يكون في طفلة صغيرة كويس لسه في بداية حياتها، إحنا بنعمل خير إن شاء الله لقدام. كلمينا عن البيت، مين دعمك في البيت؟ مين يعني اكتشف موهبتك من عمرك 5 سنين، وكيف بديتي انت عرفتي اصلا عندك موهبة يعني؟ تمام. اول شيء بدأت فيه هو الانشاد، يعني كنت انشد في البيت، وكمان كنت امثل في البيت، فماما انتبهت لهذا الشيء فدخلتني بفرق استعراضية في المدرسة وبرا المدرسة للأطفال، والحمد لله يعني استمرت معهم، وبعدها بدأت أشتغل لحالي.